السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم خبز تقدروا تستعملوه للساندويتشات بنفس العجينة. شكلت زوج أنواع، الشكل وردة والشكل نتاع بيجل. بالنسبة للعجينة هي نفس العجينة اللي شفتوها معايا من قبل في صنع لو بان بانيني وأيضا لو بان تاع لي توست، لكن في الوصفة نتاع اليوم في مكان المارغارين وضعت الزيت. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. هنا في إناء الخلاط راني واضع كيلو تاع دقيق أبيض أو فارينة. تقدروا تخلطوا بين سميد وفارينة، يعني المهم بيناتهم يكون كيلو، ودائما كتروا الفارينة أكثر من السميد. ضفت لهم زوج ملاعق صغار تاع ملح ما يعادل 20 غرام، وهنا بودرة الحليب زوج ملاعق كبار. بودرة الحليب هي اللي ترجع العجينة بيضاء وتحسنها. غادي نضيفوا أيضا ملعقة كبيرة نتاع السكر، ونزيدوا زوج ملاعق كبار تاع خميرة الفورية أو خميرة الخبز، ودائما تأكدوا من فعالية خميرة الخبز لأنها ضرورية لنجاح الخبز. من بعد هنا غادي نضيفوا الزيت 50 ملللت ما يعادل بالتقريب نصف كوب تاع الشاي. هنايا الزيت أضفناه في مكان الزبدة، يعني الوصفة الأولى اللي شفتوها معايا من قبل. نوضع في مكان الزيت زوج ملاعق كبار تاع زبدة أو مارغارين، يعني تقدروا تعوضوها بالزيت. والان غادي نجمعوا العجينه بعد ما وضعنا المكونات الجافه. هنايا الماء راه اكثر من دافي، يعني ساخن بصح ما يحرقش. انا استعملت بالتقريب 600 مللت، لكن تقدروا تزيدوا او تنقصوا على حسب النوعيه نتاع الفارينه اللي راكم تخدموا بها. نقعدوا نضيفوا الماء وحتى نجمعوا العجينه. شوفوا القوام نتاعها تكون طريه ماشي كيما البريوش، وايضا ماشي صلبه. وهنا ايضا اضفت الخل نصف ملعقه صغيره. الخل يعتبر كحافظ ويحسن الخبز. هنايا اما تعجنوها بواسطه اليد لمده 5 دقائق حتى تولي ملساء، او بواسطه العجان اذا كان عندكم حاضر، واستعملوا هذاك الانسترومون اللي يجي على شكل اس. بعد ما عجننا العجينه غادي ننقلوها في اناء اخر راني واضعه فيه الزيت، وهذا الزيت ما يخليش العجينه تلصق في الاناء، وايضا يحافظ على الحراره داخل العجينه. غادي نوضعوا العجينه ونشربوها مليح الزيت. من بعد غادي نغطوا العجينه ونخلوها ترتاح من 10 حتى 5 دقائق، او حتى يتضاعف حجمها قليلا على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره. الان غادي ننقلوها فوق طاوله العمل بعد ما توضعوا الفرينه او الدقيق الابيض، وغادي نقسموها الى قطع صغيره اما عينكم ميزانكم او تستعينوا بالميزان. انا قسمتها هكا عيني ميزاني، عدلتها ومن بعد قصيتها الى 3 حصص، وكل حصه قسمتها الى قطع صغيره. كما راكم تلاحظوا الشكل تاع العجينه يجي ابيض بزاف، لان هذيك البودره تاع الحليب هي اللي تعطيه هذا البياض. الا ما كانش عندكم حاضره، كاين بزاف الاخوات يقولوا في مكانها اسكو نوضعوا الحليب. هنا تقدروا توضعوا الحليب، وضعوا فقط نصف الكميه تاع الماء، يعني عوض 600 مللتر تاع الماء وضعوا 300 مللتر حليب و300 مللتر تاع الماء، ويكون اكثر من دافي. هنا بعد ما قطعت العجينه الى قطع صغيره بالتقريب متقايسه الوزن تاعها بالتقريب 100 غرام، غادي نحولوها الى كرات باش من بعد التشكيل يجينا ساهل، والحبات يجونا كاع كيف كيف متقايسين. غادي نقوم بهذه العمليه بالنسبه لجميع القطع. هنايا الشكل الاول اللي شفتوه تاع لي بيغل اللي يشبه السفنج. هنا ناخذ كره ونتقبوها في الوسط ونعطوها الشكل تاع سفنج كما راكم تلاحظوا في الصوره، ونوضعوها مباشره في بلاطو نكونوا واضعين فيه الفرينه. هذا الخبز ايضا يحبوه كثيرا الاطفال هنا، خصوصا للساندويتشات. بالنسبه لهذه الكميه تاع العجينه 6 قطع صنعت بهم لي بيغل، واللي تبقى حضرت به خبز اللي يشبه الورده. هنايا ناخذ القطعه وراني نعطيها الشكل نتاع لا باغيت، يعني مثل ما نحضروا لي باغيت. غادي نقوم بهذه العمليه بالنسبه لجميع القطع، وفي نفس الوقت العجينه راها ترتاح باش من بعد عمليه التشكيل تجيكم سهله، يعني ما غاديش تقلص لكم. هنا بعد ما نشكلوا كاع القطع ناخذ القطعه الاولى اللي شكلناها تكون ارتاحت مليح، وغادي نعطيها الشكل حربوش طويل. وايضا قوموا بهذه العمليه لجميع القطع باش هكا تعطوا الوقت للقطع الاولى يرتاحوا، من بعد في عمليه التشكيل تجيكم سهله، لانكم لو كان تشكلوا مباشره الخبز على شكل ورده غادي من بعد العجينه تتقلص لكم. هنايا راهم ارتاحوا من كملت القطعه الاخيره. هنايا اخذت القطعه الاولى، هنايا صنعت دائره كما راكم تلاحظوا، وجهه راها قصيره وجهه راها طويله. ندخلوا القصيره اولا من الاسفل، ومن بعد هذيك الجهه الطويله من الاعلى
وتعاودوا تلفوها على هذه الدائرة. من بعد من الأسفل غادي تلاقوا الطرفين، تقرصوهم مليح باش من بعد الخبز مين يضاعف حجمه ما تفتح لكمش هذا القطعة. هذا هو الشكل النهائي نتاعها. غادي نعاود لكم الطريقة باش تزيدوا تفهموا مليح. وهذه الطريقة أيضا تقدروا تشكلوها في البريوش، يعني إذا حضرتوا عجينة تاع بريوش تقدروا تشكلوا هذا الشكل. هنا كما راكم تلاحظوا يعني تشكيلة جد سهلة. المهم العجينة ما تكونش تلاصق بزاف، وكان تكون تتلاصق غادي تغبنكم في التشكيل. وتقدروا أيضا إلا استعملتوا هذا الشكل في البريوش تقدروا هذاك الحربوش تفتحوه قليلا وتقوموا بحشوه بالشوكولا، يعني تجي بريوش محشيه. هذه الوصفه اللي عملتها من قبل، دوك نوضع لكم الرابط نتاعها في اسفل الفيديو. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها بكيلو نتاع الدقيق. الان غادي نطلوهم ببياض البيض باش نوضعوا الججلان او السمسم. اذا ما كنتوش تحبوا الججلان او السمسم تقدروا توضعوا السانوش لي غران دو نيجيل ولا لي غران دو بافو، دوك تشوفوهم من بعد في الصوره. وتقدروا ايضا ما توضعوش هاد الحبوب وتطيبوهم عادي بدون بياض بيض. هذا بياض بيض راني ندهن به المساحه العلويه، لانكم لو كان ما توضعوش البياض البيض ما غاديش يلصقوا لكم. هنا وضعت الججل او السمسم، هذا هو لي غران دو بافو، يباعوا جاي الشكل تاعهم مثل الحرور او فلفل اسود. من بعد غادي تخلوا الخبز تاعكم يتضاعف الحجم تاعه في مكان ساخن على سبيل المثال داخل الفرن، وماذا بكم وضعوا معاه اناء تاع ماء ساخن باش هذيك الحراره تساعد الخبز باش يضاعف الحجم تاعه. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعه كما راكم تلاحظوا في الصوره، مباشره غادي نطيبوه في فرن ساخن على درجه حراره عاليه 230 درجه مئويه، ما يعادل بالتقريب 460 درجه فرنهايت. غادي نخلوه داخل الفرن حتى يتحمر لكم، وانا طيبت زوج سليوات مع بعض. من بعد مرور 10 دقائق قلبت بين السليوات، اللي كانت في الاسفل رجعتها للاعلى، اللي كانت في الاعلى رجعتها من الاسفل. وهذا هو الشكل النهائي نتاعه بعد ما تحمر. وهذا الخبز يصلح كثيرا للساندويتشات. غادي نفتح لكم قطعه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. بالنسبه لملاحظه اليوم، باش تتحصلوا على خبز يكون مقرمش من برا وطري من الداخل لازم تكون هناك رطوبه في الفرن. هذا الرطوبه كيفاش نتحصلوا عليها؟ توضعوا اناء صغير فيه الماء يقاوم الحراره، توضعوه الداخل بجانب سنيوه وتخلوه حتى الخبز تاعكم يطيب لكم. هذيك الحراره غادي تبخر هذاك الماء، بعد غادي تكون هناك رطوبه في الفرن، وهذيك الرطوبه هي اللي تجعل الخبز يكون مقرمش من برا. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.